الحلقة الرابعة، الشرح الثاني من فقه البيوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما قاعدة ربا الفضل؟ أنواع السلع في ربا الفضل نوعين: سلع ربوية وسلع غير ربوية. السلع الربوية كل طعام وكل ما يستخدم كثمن زي الذهب والفضة والجنيه والدولار. طيب، والسلع الغير ربوية كل سلعة ليست طعام ولا تستخدم كثمن زي السيارة، السيارة لا تؤكل ولا تستخدم كثمن، أو الأرض أو الجمال، الجمل ده ما يتاكلش وهو حي لكن لما يتذبح يتاكل، المعزم ده يتاكلش وهي حية. طيب، لو سلع غير ربوية ينفع أبيع سلعة بسلعتين ولا يشترط الفورية ولا المثلية، ينفع حتة أرض بحتتين أرض، عربية بأرض، جمل بمعزتين، جمل بجملين، بدون أي شروط لا فورية ولا مثلية. طيب، السلع بقى الربوية لها احتمالات ثلاثة. أول احتمال تكون متفقة في الصنف والعلة زي الذهب، سليم بذهب مكسور. الذهب السليم والذهب المكسور متفقين في الصنف الاثنين ذهب، ومتفقين في العلة اللي هي ان الاثنين ثمن، تمر غالي بتمر رخيص، الاثنين متفقين في الصنف والعلة، ودي يشترط لها شرطين: المثلية يعني نفس الوزن، والفورية يعني يحرم التقسيط. لازم ذهب سليم بذهب مكسور دلوقتي بنفس الثمن، وده طبعا مش ممكن يحصل ان نفس الوزن الذهب ده بنفس الوزن الذهب ده. لذلك المخرج الشرعي اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: نبيع الذهب المكسور بفلوس وناخد الفلوس نشتري بها ذهب سليم. وقال لبلال: تبيع التمر الرخيص بفلوس وتاخد الفلوس تشتري بها تمر غالي. طيب، الاحتمال الثاني يكون مختلفة الصنف متحدة العلة، زي ذهب بفضة، زي جنيه بدولار، زي ريال بدولار. دي مختلفة الصنف لأن الذهب غير الفضة والجنيه غير الدولار. متحدة العلة دي كلها أثمان، كلها أثمان، زي تمر بشعير. التمر والشعير مختلفين الصنف، ده تمر وده شعير، ولكن متحدين العلة الاثنين طعام. دول بيشترط فيهم شرط واحد بس: الفورية، لازم دلوقت. لا يجوز شراء الذهب قسط، لا يجوز العملة قسط، ولكن لا يشترط المثلية. طيب، إن الاحتمال الثالث مختلفين في العلة متختلفين في الصنف، ساعتها لا يشترط لا فورية ولا مثلية. طيب، لو 10 جرام ذهب مكسور مع 100 جنيه فرق، وعشرة جرام ذهب سليم فورا داربة. ليه؟ لأن العلة واحدة الثمنية فيشترط المثلية والفورية، وهنا مفيش مثلية لأن ده 10 جرام بعشرة جرام بس في 100 جنيه فرق. طيب، 10 جرام ذهب مكسور بعشرة جرام ذهب سليم وتسليم الثمن بعد شهر، يعني ذهب بذهب وعديك الثمن بعد شهر، ما ينفعش لأن هنا مفيش فورية، لازم مثلية وفورية، 10 جرام بعشرة جرام دلوقت. طب ايه الدليل؟ عن عبادة بن الصامت قال رسول الله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، ويقاس عليها بقى الجنيه والدولار وكله، وده قياس شيخ الإسلام ابن تيمية ان الثمن لا يقتصر على الذهب والفضة فقط. وحديث وقصة عبادة بن الصامت مع معاوية انه غزا معاه غزوة فغنم غنائم منها آنية فضة، فأمر معاوية رجلا ان يبيعها في اعطيات الناس، يعني يبيعها ويوزع فلوسها على الناس، فتصارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت بقى بياخدوا آنية الفضة مثلا كيلو باتنين كيلو فضة مش منقوشة، ما هو ده فضة وده فضة، فهنا المثلية انتفت. فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.
فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها؟ فقام عبادة فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، وما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. طيب، ما الدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة إذا كانت غير نقدين؟ لو الذهب والفضة بقى مش نقدين، حديث القلادة، إنه إن روى فضالة عن عبيد أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز ب12 دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل. يبقى القلادة دي مش ذهب وفضة، لا دي قلادة، فده دليل على ان الربا بيجري في الذهب والفضة حتى لو كانوا غير نقدين. طب ايه الحل الشرعي؟ ان احنا نبيع بالاموال ونشتري بيها، ما نبيعش ذهب بذهب، نبيع ذهب بجنيه وناخد الجنيه نشتري بيه. طب ايه الدليل؟ عن ابي هريرة ان رسول الله استعم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبرة كذا هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاعة من هذا اللي هو الجيد دوت الجنيب بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمعة اللي هو التمر لأي كلام بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. طيب، ما الدليل إن وضع الفلوس الفرق تخليه ربا؟ ايه الدليل؟ ان قال ابن عباس: لا تبيع دراهم بدراهم بينهما حريرة. وقد سئل شيخ العثيمين رحمه الله عن ذلك فقال: لا يجوز ان تبدل ذهبا رديئا بذهب طيب وتعطي الفرق، هذا محرم ولا يجوز. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة بلال رضي الله عنه عن ابي سعيد يقول: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رضيء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: أوه عين الربا، أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به. فبين أن الرسول أن أي زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها هي عين الربا، وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كعادته أرشد إلى الطريق المباح. إيه الطريق المباح؟ اللي هو استخدام المال. فنقول: إذا كان لدى المرأة ذهب رضي أو ذهب غير رضي عاوزة تبدله، يبقى لازم تستخدم الأموال. طيب، طب الاحتمال الثاني ايه الدليل عليه؟ الحديث: فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. يبقى لا يجوز انه يفك 100 جنيه ورقه واحده ب 90 جنيه و 10 جنيه بعد ساعه، ما ينفعش. لا يجوز 1000 دولار ب 20000 جنيه ويتبقى 100 جنيه لبكره، ما ينفعش، لازم الفوريه. لا يجوز انزل من التوك توك اقول له خد 10 جنيه فكها لي يقول لي معيش، اقول له طب هات دلوقتي 5 جنيه حاسب بيه، ما ينفعش. ايه الدليل على الكلام ده؟ عن مالك بن اوس بن الحدثان انه قال: اقبلت اقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحه بن عبيد الله وكان عند عمر: انا، ارنا ذهبك ثم اتينا، اذا جاء خادمنا نعطيك، سيب لنا الذهب، واول ما الخادم يجينا هنديك الفك. فقال عمر: لتعطينه، كلا والله لتعطينه ورقه، أو لتردن إليه ذهبه. قال: فإن رسول الله قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء بهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء بهاء. وعن عبادة بن الصامت قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. اللي استلف ريال سعودي لازم في مصر يرجعوا ريال، ما ينفعش يرجعوا جنيه مصري، يبقى كده بيع. اللي استلف 5 كيلو لحمة
بسبعة كيلو جمال بسبعة كيلو لحمة بقري ما ينفعش، لازم المثلية الفورية، المثلية لازم الفورية والمثلية، ولا مثلية هنا، لأن اللحم هو اللحم نفس الصنف. قولوا قول هذا واستغفر، قولوا قول هذا.